أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة ضيف الغرفة. ترتكز الاستراتيجية الجديدة لمكافحة حرائق الغابات والوقاية منها على مبدأ تحسين الجهاز العملياتي في رفع الكفاءة في عمليات التدخل وحماية الثروة الغابية من الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات. في عدد اليوم نستضيف الأستاذ سعيد فريتاس المدير الفرع لحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات للحديث عن الإجراءات المتخذة وتدابير حماية الثروة الغابية. صباح الخير أستاذ فريتاس. صباح الخير سيدتي وشكرا على الاستضافة. العفو. أستاذ فريتاس، الأكيد أنه عندكم مخططات ومشاريع فيما يخص حماية الثروة الغابية. قبل الحديث عن هذه المشاريع، لو نتحدث عن شعار السنة اللي اخترتموه لهذه السنة اللي هو حماية الغابات مسؤوليتنا جميعا، لماذا اخترتم هذا الشعار؟ إذن في بدء الأمر شعار السنة وهو كما تفضلت حماية الغابات هي مسؤوليتنا جميعا، جاء ليعكس من جهة الاستراتيجية المتبنات من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قطاع الغابات وكافة الشركاء والفاعلين في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، كذلك يعني كبادرة لإدخال المواطنين في هذه العملية وفي هذه الاستراتيجية. شعار السنة حماية الغابات مسؤوليتنا جميعا يعكس مدى أهمية دور كل واحد فينا في الذود وفي حماية الغابات، بمعنى أنه كل طرف فاعل في هذا المجال لديه دور يقوم به، لديه مسؤوليات يقومون بها، ولكن أيضا لزيادة الوعي والتحسين من دور المواطنة بصفة عامة، لأنه الغابات إرث جزائري نتشاركه جميعا. نعم بطبيعة الحال. لو نتحدث الآن عن البرنامج الاستباقي الذي أطلقتموه بخصوص مكافحة الحرائق والوقاية منها. إذن بالنسبة لهذه النقطة كانت هناك العديد من الخطوات المتبعة في إطار نظرة استباقية استشرافية لإعداد لأجل أن نكون مستعدين قبل بداية موسم الحرائق. الكل كان على هبة الاستعداد منذ العام الفارط، بدأنا بالعمل الجواري، بدأنا بالعمل التشاوري مع كافة القطاعات على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، على المستوى الميداني أيضا. الكل كان مجند لأجل هذه الغاية، ألا وهي مكافحة حرائق الغابات. ولكن قبل مكافحة حرائق الغابات الفعلية التي تبدأ يعني منذ الفتح جوان حتى 31 أكتوبر كما ينص عليه القانون، يجب أن نبدأ أولا بالتوعية، يجب أن نبدأ بالتحسيس، يجب أن نبدأ بالتجنيد، يجب أن نبدأ بالرفع من كفاءة الجهاز العملياتي، خاص كان خاص بقطاع الغابات او كان خاص بالقطاعات الاخرى المتدخله في مكافحه حرائق الغابات. لكن كل هذا يستوجب علينا الكثير من التشاور، الكثير من الجلوس على طاولات لتحديد الاولويات ولتحديد خطط العمل. ولذلك كان العمل استباقي في خاصه فيما يخص هذه النقطه، لانه لو تفضلت سيدتي حرائق الغابات كما ينص عليها القانون الجزائري هو خطر من المخاطر الكبرى، بمعنى انه حرائق الغابات كخطر محدق. الخطر يجب دائما الاستباق لاجل الانقاص الاكبر باكبر قدر ممكن لهذا الخطر، الا في حاله حدوثه يجب علينا تدخل اولي السريع لاجل تحديد يعني تحيينه او تحديد او تحجيم الخطر الذي يمكن ان يؤدي اليه. نعم، يعني لابد من مخطط استباقي ونظرة استشرافية لمواجهة مشكلة الحرائق والوقاية منها. بما أننا في شهر جوان وهو يشرف على الانتهاء، هل سجلتم حرائق ربما في الفترة الأخيرة؟ بالنسبة لحرائق التي سجلناها طيلت هذه الأيام من شهر جوان، لم نسجل إلا خمس حرائق فقط، لم تأتي على الكثير من الهكتارات، القليل من الهكتارات، وخاصة كانت في الحشائش، لم تمس الغابة، لم تمس الأشجار، وذلك يعكس التدخل الأولي من جهة، ولكن يعكس أيضا هذه التقلبات المناخية التي نحن نشاهد
نشاهدها وتعطينا يعني إشارات حول مدى تغير المناخ من جهة ومدى جاهزية كل هذه الأجهزة العملياتية أو التدخل المباشر في الميدان، سواء كان من الدوريات التي نقوم بها، سواء كان من تمشيط هذه الكتل الغابية أو من أبراج المراقبة التي نتولى مراقبة الكتل الغابية لأجل رؤية فيما كان هناك اندلاع لحريق غابات، ولكن أيضا كإشراك لجميع الأطراف بما فيها المجتمع المدني والمواطنين. هذه الأيام نحن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة، إذا نظرنا إلى الأمس واليوم هناك عدة ولايات تشهد درجة حرارة عالية فوق 40 درجة. كيف يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على الشريط الغابي؟ هي نقطة مهمة جدا، خاصة بما فيما يخص هذه النقطة التي تعكس أحوال الطقس. الغابة الجزائرية هي جزء لا يتجزأ من النظام البيئي المتوسطي، بمعنى أنه لدينا جميع الخصائص مثل جميع الغابات المتوسطية. هذه هي الخصائص عندما تجتمع جميعها في في, 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 في الغابات. الشيء الأكيد والشيء المؤكد من حيث الدراسات، من حيث الميدان، من حيث العمل الجواري، أن حرائق الغابات في معظمها في البحر الأبيض المتوسط، في جلها، ليس في معظمها، في جلها حريق بسبب أفعال إنسانية أو بسبب العمل البشري بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، إن كان مفتعل أو غير مفتعل، دائما ما رده إلى عامل بشري. ثم هناك التغيرات المناخية أو أحوال الطقس، عندما تكون درجة حرارة المرتفعة جدا، عندما تكون مثلا كما نشاهده مثلا هذه الأيام الريح يكون قويا جدا، يمكن أن تساعد أو تضخم في اندلاع لحريق، بمعنى أنه المناخ ليس هو السبب المباشر لاندلاع الحريق من جهة، ولكنه يضخمه ويمكن أن يصبح يتطور إلى 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 حريق كبير. لذلك مرد الأشياء دائما إلى التوعية، إلى التحسيس، إلى العمل الميداني، إلى الإنقاص قدر الإمكان، خاصة بالنسبة لاستراتيجية المتبنات، قدر الإمكان من اندلاع الحرائق. كلما ننزع هذه المسببات التي بسببها يمكن أن تندلع الحرائق، كلما نكون يعني في مأمن. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى، وأنه عندما تكون درجات، عندما يكون مثلا أحوال الطقس مثل ما نراه البارحة أو اليوم، عندما تكون درجة الحرارة المرتفعة جدا أو الرياح الذي يكون قويا، في العادة كدورنا في التوعية والتحسيس نقوم بإصدار بيانات لأجل التحسيس للمواطنين من جهة، أو تذكير حتى لأنفسنا أو الفاعلين في هذا المجال. كان مثلا هناك بيان صادر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يذكر بالجملة من الإجراءات التي يجب علينا جميعا اتخاذها في الميدان، من جهة الفاعل المباشرين أو من جهة الغابات أو من جهة حتى المواطنين، أو كذلك حتى الأفعال التي يجب أن نبتعد عنها، خاصة عندما تكون درجة الحرارة المرتفعة مثل ما نشاهده اليوم. إذا نظرنا المخطط الذي أعددتموه، هل هو مخطط يتزامن مع حلول موسم الصيف أم أنه مخطط استباقي في حال حدوث حرائق لا سمح الله؟ بالنسبة للمخطط فيما يخص الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، كما أشرت له، في العادة موسم حرائق الغابات يبدأ من فتح جوان حتى 31 أكتوبر، ولكن هي نفسها الفترة المصاحبة لموسم الاصطياف في بلادنا. إذن الاستراتيجية المتبنات كانت تقوم على 3 محاور، وهي من جهة التعريف بمخاطر حرائق الغابات، يعني تحسيس أكثر، شرح للناس ماذا يمكن أن يسبب حرائق الغابات، في حال حدوثها ماذا يمكن أن لما يمكن أن تتطور، وفي حال حدوثها ماذا يجب علينا كل واحد فينا أن يفعل آنيا. ثم هناك تقليل من حرائق الغابات،
قدر المستطاع. ثم هناك في النقطة الثالثة التدخل الأولي المباشر، هذا من جهة. ولكن أيضا بالنسبة لموسم الاصطياف كان لدينا عمل مباشر مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لموسم الاصطياف، لأنه الزوار لموسم الاصطياف يذهبون صحيح الجزائر بلاد قارة وواسعة وشاسعة، لدينا الكثير من الزوار الذين يزورون البحر، ولكن أيضا لدينا الكثير من الزوار الذين يزورون الغابات، الذين يمرون بجانب الغابات أو بمحاذاة لهذه الكتل الغابية. لذلك وجب علينا توحيد الجهود لأجل ضمان من جهة موسم يكون بدون حرائق، وموسم اصطياف يكون بامتياز آمن ويضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم وثروة الغابية أيضا. نعم، نحن في موسم الاصطياف الكثير يفضل شواطئ البحر، وهناك كثير من الناس يفضلون الذهاب إلى الغابات، وهناك الكثير من الغابات محاذية للشواطئ. يعني كيف نحمي هذه الغابات خصوصا وأن الشريط الغابي معرض لحرائق؟ من خلال الرفع من دور المواطنة من جهة، رفع المسؤولية، أخذ الحيطة والحذر، عدم التهاون أو التسامح في مسببات حرائق الغابات، لأنه حريق الغابات لديه نقطة يبدأ فيها. الحريق هو النتيجة الكبيرة، ولكن لديه نقطة يبدأ فيها. يمكن بالنسبة لموسم الاصطياف أن يكون هناك عمل يعني حتى يكون غير مقصود، مثلا الزائر يكون في الطريق يمكن أن يرمي أعقاب سيجارة مثلا. صحيح، كل هذه تصرفات بسيطة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. هذه التصرفات نحن من خلال منباركم نقدم يعني نقدم رسالة مباشرة للجميع بأخذ الحيطة والحذر وبالابتعاد عن كل تصرف يمكن أن يسبب لمشكلة ما في الغابات أو في هذه الكتل المحاذية، سواء كانت محاذية للبحر أو في الداخل. نعم، في كل مرة تطلقون بيانات تحذيرية للحماية من حرائق الغابات أو حتى تجنود لهذه الأفعال، كذلك الرقم الأخضر كيف يساهم في حماية الغابات؟ الرقم الأخضر قمنا لو تفضلت أذكر بالرقم الأخضر وهو 1070. هذا الرقم الأخضر هو لفائدة المواطنين للتبليغ عن أي شيء يمكن أن يسبب أو يهدد الغابات بصفة عامة أو بصفة خاصة، يعني ليس فقط لحرائق الغابات، أي شيء يمكن أن يهدد الغابة فهو رقم موضوع لفائدة المواطنين للتبليغ كدور من للمواطنين في هذا. وقد قمنا بتجربه العام الماضي مثلا، أعطى نتائج جد وجد وجد جد مرضية، ونحن من خلال منبركم أيضا نحيي كل المواطنين الذين يقومون بالاتصال لأجل التبليغ عن هذه الممارسات أو التجاوزات الخاطئة. لأنه كان إضافة للجهاز العملياتي الخاص بمراقبة الغابات، ويعكس أيضا دور المواطنين ويعني مدى وعيهم بروح المسؤولية وهو كذلك والمواطنة. بخصوص دورات التكوينية والمناورات الافتراضية، هل في خطط في هذا المجال؟ بالنسبة لهذه النقطة نحن نقوم بالعديد من التكوينات لفائدة عمال الغابات، لفائدة شركائنا فيما يخص العديد من المجالات، منها مثلا التوعية، منها التحسيس، منها الفرق التي تقوم بالبحث عن مسببات الحريق، بمعنى أنه إذا شبه هناك حريق هناك تحريات لأجل المعرفة عن سبب هذا الحريق من جهة. هناك أيضا كانت هناك تكوينات خاصة بالمواطنين الساكنين بمحاذاة الغابات أو بداخل الغابات لأجل ترسيخ المعرفة الحسنة لمخاطر حرائق الغابات. كذلك عبر كل التراب الوطني خاصة في الولايات التي تكون بها الغابات، 40 ولاية التي تكون بها التي فيها غابات، كان هناك العديد من الأعمال الافتراضية التي
التي كان فيه جميع المشاركين وكانت برئاسة كل الولايات، يعني كل ولي يقوم بالإشراف على هذه التمارين الافتراضية. في حال حدوث حرائق الغابات ماذا يجب أن نفعل؟ كل واحد ماذا يجب عليه أن يفعل لتجنيد جميع الطاقات ولأيضا يعني الرفع من الجاهزية من جاهزية فيما يخص هذا المجال. أكيد. بخصوص المنصات الرقمية التي استحدثت في إطار الرقمنة ومواكبة التطور، يعني ما هي الإضافة التي توفرها هذه المنصات الرقمية؟ بالنسبة للمنصات الرقمية دعيني أقولها بصفة أخرى، الجهاز العملياتي كان بالنسبة للمراقبة أو كان بالنسبة للتدخل الأولي أو كان للتدخل الفعلي، كل جهاز يجب علينا دائما أن نفكر في تدعيمه أو إضافة أشياء جديدة يمكن أن ترفع من جاهزيته. المنصات الرقمية توفر لنا هذه الأفضلية لأجل الحصول على المعلومة الآنية للتصرف المباشر أو لاتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. الرقمنة أصبح شيء يعني لابد منه، شيء جد ضروري، جد ضروري، ويجب علينا مواكبة التطورات من جهة وأيضا تفعيل الجهاز الوقت قدر المستطاع، لأنه عندما نتحدث عن المخاطر بصفة عامة أو خطر حرائق الغابات، الشيء الأساسي في هذه المخاطر هو عامل الوقت. لذلك يجب علينا دائما تقليل من عامل الوقت، وكل ما فرصة تكون لنا بالنسبة لتقليل عامل الوقت تكون كأفضلية لنا. فرقمنة الجهاز يوفر لنا هذه الأفضلية، ونحن يعني في هذا الطريق نقوم بتحديث كل ما نستطيع أن نقوم به. مع الوقت سوف نصل إلى المستوى المنشود إن شاء الله. إن شاء الله. بما أنه عيد الأضحى المبارك تفصلنا بضع أيام على حلوله، هل شاهدتم بعض الممارسات السلبية التي كنا نشاهدها في المواسم السابقة من حرائق من طرف تجار الفحم مثلا؟ شكرا لك على هذا السؤال، لأنه يأتي في وقته قبل 10 أيام أو أقل من عيد الأضحى المبارك. عادة في عندما تأتي مناسبة عيد الأضحى المبارك كنا نشاهد العديد من الحرائق، خاصة بالنسبة لهذه الممارسات السيئة الغير مسؤولة دعينا نقولها، عندما يكون هناك من لا يحسن استعمال النار. وبالمناسبة استعمال النار من فتح جوان حتى 31 أكتوبر شيء يعني مخالف للقانون، لا يمكن إشعال أي نار في الغابات في هذه الأوقات. ولكن عندما يأتي نلاحظ بعض الممارسات يقول لنذهب إلى الغابة نقوم بجلسات الشواء. هذه الجلسات الشواء يمكن أن تكون يعني في إطار جلسة تكون يعني للتذكر، وهذا ما كنت سأتحدث عنه. يعني هناك تعليمات تمنع إشعال النيران، لكن لازلنا نشهد جلسات الشواء في الغابات. مثلا في العام الماضي قام السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإصدار تعليمة لنا للعمل الجواري المباشر مع وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الشأن. العام الماضي كسابقة يعني حتى فيما نسجله في بالنسبة لحرائق الغابات المصاحبة لعيد الأضحى، سجلنا 5 حرائق فقط على المستوى الوطني العام الماضي في نفس هذه الفترة. على غرار العام الماضي كنا نسجل العديد من الحرائق والعديد من المساحات المحروقة. العام الماضي لم يكن هذا هو النحو الذي وكان ذلك هو هدفنا. إذن هذه فرصة للتذكير مرة أخرى أن الغابات وسط بيئي هش يمكن أن يكون جلسة شواء عادية يمكن أن تسبب حرائق الغابات حتى ولو كان لم تكن غير مقصودة، لأنه الأصل في العيد أنه الناس تفرح، ولكن ليس على حساب أمن وسلامة لا المواطنين ولا ممتلكاتهم ولا الثروة الغابية من جهة. لذلك صحيح. بالنسبة للعيد الأضحى المبارك حتى ولو لم نصله بعد، نتمنى عيد أضحى مبارك لجميع مشاهديكم، ولكن أيضا نوجه الرسالة للتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل هذه التصرفات التي يمكن أن تهدد الغابات. صحيح.
إذا نظرنا إلى فعل الحرائق حرائق الغابات، لا نقول في كل مرة يكون بقصد، في كثير من المرات يكون بغير قصد ربما تكون، ولكن هناك هذا أمر مفروغ منه أنه في بعض الأحيان تكون الحرائق مفتعلة. إذا كانت الحرائق مفتعلة، هل هناك تجديد في العقوبات؟ نحن خاصة اليوم إن شاء الله زملائي هم في المجلس الوطني الشعبي لمناقشة وتبني القانون الجديد للغابات، قانون الساري للغابات أصبح لا يواكب لا التطورات التي حصلت، وخاصة في شقه الخاص بالعقوبات. إذا كان هناك تحيل لهذا القانون للرفع من العقوبات، لأنها أصبحت تهدد حياة المواطنين، أصبحت تهدد ممتلكاتهم، أصبحت تهدد الثروة الحيوانية، أصبحت تهدد الثروة النباتية، ولذلك كان لزاما علينا مواكبة العصر فيما يخص هذه العقوبات، تجديدها من جهة، تدعيمها من جهة، في خاصة بالنسبة لهذه التصرفات الغير مسؤولة. لذلك سوف نرى العديد من البنود فيما يخص هذا الشأن، إن شاء الله سوف يصدر في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. العقوبات جزء لا يتجزأ من التوعية والتحسيس، بمعنى أنه نحن كقطاع نحبذ أن نعول جدا على التوعية، نعول جدا على التحسيس لأجل الابتعاد عن كل هذه التصرفات، ولكن إن كانت هذه التصرفات غير مسؤولة وأصبحت مسببة حرائق الغابات، هناك الجانب الردعي وهناك الجانب العقوبات الذي سيطبق إن شاء الله. ولسنا الوحيدين في هذا المجال، لدينا شركاؤنا من العدالة، لدينا شركاؤنا من الدرك الوطني، لدينا شركاؤنا من كل من الفاعلين في الولايات خاصة على المستوى المحلي، الكل مجند، لكل كما يقال لكل مقام مقال. نعم. الأستاذ فريطس سعيد، المدير الفرعي لحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، شكرا على كل هذه التوضيحات التي قدمتها لنا. شكرا لك سيدتي على الاستضافة. العفو. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي موعدي بكم مع فقرة ضيف الغرفة، نلتقي بعد الفاصل.